بجد انا مبسوطه ما شاء الله، اللهم بارك. معانا الحاجه راويه حاله لمفيديما، كان جايه لي بتقل فظيع على رجليها. عايزه اقول لكم من كتر التقل ما عرفناش نطلع على السرير. كشفت عليها وهي على الكرسي. صح، كانتش بتتحرك خالص، دلوقتي ما شاء الله. ارفعي رجلك كده، دي ما كانتش بتتحرك يا جماعه، كان بنوتتها معاها هي اللي بتشيل لنا رجليها. فالنهارده ما شاء الله لقيت رجليها بتتحرك في المقاسات ما شاء الله. احنا بنقيس الكونتور حته حته، جزء جزء من اماكن معينه للقياس في حالات الليمفيزيما. فما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني عندنا مقاسات لحد 9 سنتي و10 سنتي في الرجل، 15 و15 وفي 15 سنتي. ما شاء الله، في 6 مرات بس، 6 جلسات بس. المفاجاه بقى الكبيره اللي هي قالتها لي، طبعا احنا عارفين معلومه انه احتباس السوائل بيبقى سبب في ارتفاع الضغط، ضغطها كان عالي جدا 270 و ما كانش بينزل عن 270 150، فوق 270 وتحت 150. ضغطك دلوقتي نزل؟ ضغطي دلوقتي هيساعد لما اجي 140 90. 140 90 يا جماعه، من 270 على 150 بعد جلسات الليمفيديما بسبب احتباس السوائل اللي كان في جسمها، كان عامل لها كان